تاريخ علاقتكم معي. آخر مرة شفت أبو بنتي بعد وفاة أمي بيومين. لما أمي توفت إحنا كنا مع بعض، مش قادرة أحط أكل في حلجي، شعري متلخبطة، مع ذلك أروح السوق 4 شهور هو مو موجود، ومن غير سبب. من لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، رمات اللدغ 20 مرة، بس أقول حرام، ما يصير أحرم من ريال من بنته، ما أحرم ريال من بنته بس أعقد بنتي وتعقد أنا زيادة. يكون درس لك، أنا أعرف إنه أمي الله أخذها من الدنيا عشان أكون أنا أم لبنتي، لأنه طيب يمكن الله أخذ أختك عشان تستوعب شوية إنه أنت عندك طفلة، أنت عندك بنت، إنه الدنيا قصيرة، إنه الدنيا ما تسوى. شنو أكبر يعني تنزل هيروشيما على راسك عشان تستوعب وتفهم انه الله حق؟ شنو يعني شنو مصاب اكبر من كذي ممكن يخليك تستوعب وتصحى؟ ليه يعني؟ طبعا في بنات راح يفكرون اه هي تحبه، هي لا حياتي، هي تبي ترجع له، هي تبي، لا لا ارتاحي انت، ارتاحي انت الدوده اللي فيش، ارتاحي يا عمري، ما احبه ولا أبيه.